حال شباب، معكم شان كيال بشركة كيال بشارككم فيديو جديد. طيب شباب، أول شيء أنا أسف على السحبة، صار لي تقريبا أسبوع ونص ما حملت ولا فيديو، والسبب هو الاختبارات النهائية بالجامعة للأسف. فأي خلصنا الاختبارات، كان اليوم آخر يوم، وعلى حظي اليوم شكله راح تنزل الحزمة الأولى لبلاك أوبس 4، الماب الزومبي الأول اللي اسمه نايت أوف ذا ديد، أظن نايت أوف ذا ديد أو ديد أوف ذا نايت، لو مشينا الكلام أظن نايت أوف ذا ديد اللي معناه بالعربي أموات الليل أو ليلة الموت، شيء من هالكلام. والماب تابع للقصة الجديدة، اللي متابعين على تويتر والإنستغرام شفت حطيت تفاصيل كلها من أسبوع، من أسبوع طلع تسريب، أظن كلكم يعرف، اللي ما يعرف من أسبوع طلع تسريب شخصيات كلها. فشخصيات بالمختصر ممثل شايفين صورته قدامكم، أظن معظمكم شاف وجهه قبل هالمرة، بعدين ممثل تاني ما حد عرفه، ما صراحة ما عرفته أنا، بعدين في هالممثلة إلها دور بمسلسل سبارتكس اللي شافه راح يعرفه، وبعدين عنا أكتر ممثل معروف اللي هو شخصية تايوين لانستر من Game of Thrones. تايوين لانستر أبو لانستر هو جايبينه هون، صراحة جدا حمسني مجرد ما أنا شفته. فإيه الشخصيات سربت من أسبوع، وأمس اللعبة على البلايستيشن ستور تحملت بالحسابات الأسترالية والنيوزيلندية وشي من هالكلام. فإيه في شكل الماب راح ينزل اليوم، للحين ما في أي إعلان، ما أدري ليش، ما أدري ليش الشركة للحين ما حطت أي إعلان. حسب ما سمعت الناس قاعدين يتوقعوا إنه الشركة ما تبي تعلن عن أي شيء بفلوس، تبي تعلن على أشياء ببلاش بس. فيعني مثلاً البلاك ماركت لما ضافوه ما سووا إعلان، بينما في هاي الأوبريشن زيرو الجديدة اللي ضايفينها للمالتي بلاير شخصية ببلاش وماب هاي جاكت ببلاش بالبلاك أوت، هالأشياء كلها قاعدين يعلنوا عنها، هالأشياء المجانية، والسبب هو إنه ينافسوا فورتنايت، فما بدهم يعلنوا عن شيء بفلوس والناس يكتبوا إيه أنتوا للحين قاعدين تحطوا أشياء بفلوس تعلموا من فورتنايت، لا قاعدين يعلنوا عن كل شيء ببلاش وبالمقابل أي شيء بفلوس نفس الماب الزومبي ما عم يعلنوا عنه. لو كان هالسبب أشوفه سبب جدا غبي، نبي إعلانات. فحسب مو كاتبين أو حسب موضح من تويتر الشركة إنه اليوم راح ينزل إعلان، راح ينزل إعلان لماب الزومبي، واليوم الساعة خلنا نقول 12 بالليل، يعني بعد تقريبا 3 ساعات ونص من وقت ما عم تشوفوا هالفيديو، 12 بالليل توقيت الإمارات 11 توقيت السعودية، راح يكون في بث مباشر، والبث مباشر هذا راح يكون فيه جيسون بلندل وريغ هيوستن اللي هو الكاتب قصص الزومبي، هو جيسون بلندل المطور راح يكونوا موجودين بالبث المباشر وراح يتكلموا عن أشياء بالزومبي. فإيه ممكن كمان قاعدين الناس يتوقعوا إنه الماب ينزل قبل البث المباشر. نحن حاليا قاعد اسجل الفيديو الساعة 8 بالليل، يعني 7 بتوقيت السعودية، فحسب التسريبات طالع انه الماب راح ينزل بعد ساعتين، الساعة 10 بالليل بتوقيت الامارات 9 بتوقيت السعودية. فممكن الماب ينزل ماب الزومبي اللي هو نايت اوف ذا ديد قبل البث المباشر اللي هو الساعة 11 بالليل بتوقيت السعودية، ما ندري يعني. خلاص نزل الماب ليش نشوف البث المباشر؟ الاعلان تسرب، الكاتسين بداية تسرب، انا ما شفته، شفت صور منه بس ما شفته كله، ابي ينزل بشكل رسمي واصور ردة فعلي عليه بشكل كامل. فايه نستنى ونشوف. طبعا قاعدين تشوفوا الفيديو اليوم، اليوم في كتير اشياء، اذا نزل الماب راح اسوي بث مباشر نلعب الماب، اذا ما نزل الماب راح اسوي بث مباشر نشوف مع بعض اللايف ستريم اللي راح يسووه، اذا ما في لايف، لا في لايف ستريم، اذا ما في لايف ستريم او عفوا اذا كان في لايف ستريم وفي اعلان راح احمل فيديو ردت فعلي على الاعلان لاني ما شفته للحين، وراح اسوي بث مباشر اشوف اللايف ستريم معاكم وشوف كل التفاصيل اللي فيه. فاشترك بالقناه، فعل زر التنبيهات بالذات هالاربع ساعات الجاي لنعرف كل تفاصيل ماب الزومبي القادم. فاي شباب بس هالفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم، اتمنى نهايه الفيديو لا تنسوا تضغطوا الفيديو بزر اللايك وارجعوا على القناه بعد ساعتين ثلاث ساعات لتشوفوا اذا في شيء نزل، اذا في شيء جديد نزل او لا. وبس كان معكم شركيال بشركه كيشكم جهاد ثاني ان شاء الله. مع السلامة.